حياكم الله جميعا. هذا هو الفيديو الثاني في كيفية صناعة الأفلام وبريك داون آخر لهذا الفيديو للمبتدئين. ده كده موديل السيارة، دي سيارة أخرى أيضا، دي سيارة التالتة. السيارة دي فيها شيء غريب، إن في جريدنج في الكلر، الكلر مش موحد كالتالي. ممكن يكون بسبب إن الشمس أو الصن في انعكاس، لكن اللون في تدرج ممكن يتم عمله في الشيدر ايديتور، ولكن اللون غير موحد زي ما احنا شايفين. في شادو طبعا على الجراوند. المشهد ببساطة شديدة هو عبارة عن 3 أشياء: أول شيء السيارة، الجراوند، و HDRI. غير معقد وبسيط جدا وسهل فعله، هياخد وقت في الريندر، ولكن المميز في الشوت هو الكومبوزيتن والكاميرا موفمنت. أيضا دي سيارة أخرى، مرسيدس بيجو. طبعا احنا شايفين زي في ريلستيك، في يعني هنحاول ممكن نعمل إن شاء الله دورة عن تصميم سيارة بإذن الله، لكن في ريلستيك في التكشرنج واقعي إلى أبعد حد، حتى في التاير و بيسموها الجنوط أو التايرنج، و في ريلستيك حتى في ديسبليسمنت، يعني شيء واقعي لأبعد حد. طيب كده الفيديو خلص، هيبدأ البريك داون الفيديو. طيب دي السيارة، هو بيذكر ان دي اتش دي ار اي ميكر، هو عباره عن بلجن او ادون في بلندر، لكن اتش دي ار اي اللي هو هذا البلجن. لكن ممكن بس شديده لو في اتش دي من موقع اتش دي ار اي هيفن او اي موقع في اتش دي ار اي مجانا، فممكن اضافه اتش دي ار اي. ثانيا جراوند بروجيكتر، ده عشان اللي يكون في شادو في الجراوند زي ما احنا شايفين. كاميرا فيلم، احط الكاميرا وابعاد الكاميرا. تست بسيط للانيميشن. طيب في لو احنا بنعمل ريجنج للسياره، مهم جدا عشان يكون في واقعيه، في حاجه اسمها اوتوماتيك سسبنشن في الاطار اللي هو التاير الامامي والخلفي، بحيث ان لو في مطب مثلا وليكن، فال او في في ديسبليسمنت في الجراوند، فبيرتفع وينخفض بدون ما اسمه اوتوماتيك سسبنشن، بدون ما نعمل ريجنج لاعلى واسفل، فقط بنعمل كي فريم اول وكي فريم ثاني، وبعد ذلك هو بيرتفع وينخفض على حسب ارتفاع الجراوند. فده هيعمله ازاي؟ هيعمل ديسبليسمنت للجراوند، هيقلل الفاكتور بحيث يكون في سسبنشن واقعي كالتالي. هيضيف طبعا كي فريمز للكاميرا، وفي طبعا لينس فلير في الكمبيوتر هيضيف الافتر افكت، ويضيف هيدخل الفيديو في كده. الفيديو كان انتهى. في فيديو اخر هنحاول نشرحه ايضا، ده الفيديو الثاني معانا في هذا الفيديو الشرح، يعني انيميشن بسيط. هو طبعا شرح كيفية صناعة هذا الفيديو بالتفصيل في هذا القناة، سوف اترك طبعا رابط السلسلة في الوصف. الفيديو عبارة عن ايه؟ عن السيارة اولا بالريجنج، الريجنج كامل، وبيذكر ان السيارة عن طريق اشور كار، دي عبارة عن شركة او ايجنسي بتبيع كارز على بلندر ماركت، على موقع بلندر ماركت. طبعا منزله سيارات كثيره وسيارات على اعلى جوده من الريلستيك. طيب هذا المشهد عباره عن 3 اشياء: اول شيء السياره بالريجنج كامل، بعد ذلك طبعا في
زي ما انتم شايفين سسبنشن. وتاني شيء الكوبري بالأعمدة الأعمدة. وتالت شيء الـHDRI. ورابع شيء طبعا الشير التريز هتخلي المشهد السيارة والكوبري العدد الفيرتكس مش هيكون كبير، لكن التريز للأسف هتخلي المشهد يعلى في الفيرتكس ويوصل ملايين. طبعا أدون على موقع بلندر ماركت غير مجانية طبعا مدفوعة. دي السيارة في الطريق في بلوسي. بيذكر ان تمام دي طبعا 213 فريم، الريندر تايم 46 ساعة بمعدل 13 مينت لكل فريم. في يذكر ان في بارتكلز، والبارتكلز تم رندرها تم عمل رندر للبركر البارتكل لوحده. اعتقد البارتكلز دي هتكون الانفيرمنت او الميست او الضباب في المشهد. اضافة الساوند والكالر جريدنج في اي فيديو اترس زي ديفينشن سولف او ادو جريمر هتكون نتيجة بهذا الشيء. دي كانت جينيان. ساترك الوصف او تترك الفيديو او الرابط لهذه القناة في الوصف. اتمنى ان يكون هذا الفيديو مفيد لبعض الناس، واراكم في فيديو اخر من سلسلة كيف يتم صناعة الافلام.